إذا رجعنا من جديد، يعني ختامها فقرة تغذوية، واليوم نحكي عن احتباس السوائل في الجسم مع أخصائية التغذية سارة سحيمات. اليوم بنحكي عن هذه الحالة اللي لها أكيد طرق للعلاج، بنفس الوقت نعرف الأسباب وإيش ممكن السوائل اللي ممكن تساعدنا على التخلص من الاحتباس، وممكن سوائل تزيد من احتباس السوائل في الجسم. إذا بنصبح عليكي وأهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا فيكم. حقيقة موضوع الاحتباس السوائل في الجسم يعني موضوع بنحكي عنه كتير كحالة مرضية. أكيد. أحيانا كمؤشر إنه عندنا مرض، وأحيانا قد تحدث لسبب ما بدون أمراض. تحكي لنا أكثر عن هاي الحالة، تعريفها. أولا احتباس السوائل عشان نعرفه مضبوط وما نتخربط فيه ما بين مثلا زيادة الوزن أو السمنة. احتباس السوائل هو يعني عادة السوائل بتكون ماشية عندنا خلال الدورة الدموية، ولما هاي السوائل يصير لها ارتشاح وتراكم بين الأنسجة وبين الخلايا بتعمل عندنا تورم وانتفاخ. هنا بنقدر نحكي إنه صار في عندنا انحباس للسوائل، أو مثل ما بنسميها بالمصطلح الطبي اللي هي الأدمة. تمام. هلا مش اي شخص بيلاحظ عنده انتفاخ او زياده بالوزن بتكون هي عباره عن احتباس للسوائل. بالعاده احتباس السوائل بيصير بالاطراف، بالاقدام، بالساقين، باليدين. بالعاده بيكون الجلد متورم شوي، بيكون لما نيجي نضغط على الجلد هاي اثر الضغط بالضبط ما بيرجع لمكانه، بتقل مرونه الجلد زي العجين بالضبط. هون بنقدر نحكي انه صار في عندنا احتباس للسوائل. العيون حتى بتتنفخ. بالضبط، بس هو أكثر شيء أكثر عرضي بيكون بالأطراف. تمام. شو أهم الأسباب اللي بتؤدي إلى احتباس السوائل؟ شوف هلأ الأسباب متعددة كتير، وإحنا لازم نتعرف على السبب ونعالجه قبل ما نعالج العرض اللي هو الاحتباس، لأنه الاحتباس هو مش المرض نفسه، هو عرض، هو indication ممكن يعطينا إنه في عنا أمراض في الجسم، ممكن أمراض الكلى، ممكن مشاكل في القلب، قصور في عضلة القلب، أمراض الكبد، أمراض الغدة الدرقية، حتى مشاكل في الجهاز الليمفاوي ممكن يؤدي لاحتباس في السوائل. هل في أطعمة معينة بتزيد من موضوع الاحتباس؟ طبعا هلا إذا حكينا عن الأطعمة كلياتنا أكيد رح نفكر بالصوديوم، بالملح. بالضبط. هلا الملح، الملح بالضبط، الملح زيادة استهلاك الملح رح يزيد عندنا من احتباس السوائل. ليه؟ لأنه الجسم بده يصير يخبي مي أكثر لا يعمل تخفيف لها الملوحة. لملوحة الدم بده لأنه في إشي عنا بالدم أوزمولاريتي. هاي الأوزمولاريتي يعني قدي في عنا مواد ذائبة في الدم. كل ما كترنا إحنا الملح الجسم بده يصير يحبس المي أكثر ليخفف من هاي الأملاح الموجودة، وبالتالي بصير في عنا هذا المشكلة الاحتباس. إذا يعني تعددت الأسباب، بس إيش بنفس الوقت يعني لأنه الأمراض اللي تحدثتي عنها هي أمراض لربما لكبار السن أو بعد عمر معين، اليوم نحكي إيش العمر الأكثر عرضة لاحتباس السوائل؟ هلا إحنا إذا بدنا نحكي عن الأعمار بنحكي عن أدلتس، يعني الأكثر من الأطفال. بالضبط، البالغين هم كثير معرضين لهاي المشكلة. هلا إحنا حكينا عن أمراض، بس ممكن تكون الاحتباس ناتجة مش من سبب مرض. يعني ممكن تغير هرمونات الفترات اللي بتمر فيها الفتيات والسيدات، كأن التغيرات بيصابوا بالضبط لأنه الأكثر. بالضبط، لأنه هي كمان زي ما حكيت لك تتأثر بالهرمونات. الحمل، فترة الحمل خصوصي آخر 3 أشهر بتزيد من احتباس السوائل. ما قبل الدورة الشهرية وما بعد الدورة الشهرية كمان. بالضبط. بعد سن الأمل بيزيد عندنا هرمون البروجسترون، هو مسؤول برضو عن احتباس السوائل. فمشان هيك التغيرات الهرمونية عامل من هاي العوامل. طبعا بيكون بهاي الحالة عامل عرضي يعني يزول بزوال السبب. تمام. يعني آخر فترات الحمل بعد الولادة رح يروح كل هذا الانتفاخ وكل تراكم السوائل. في بعض النصائح ممكن نقدمها إحنا زي هيك للحوامل، ممكن يرفعوا الرجلين أعلى من مستوى الجسم، يخفوا استهلاك الصوديوم، يزيدوا من استهلاك بعض الأطعمة اللي بتحتوي على معادن أو عناصر ممكن توازن من كميات الصوديوم الموجودة بالجسم. مثل شو دكتورة؟ يعني هلأ مثلا إذا بدنا نحكي عن فيتامينات البي، مجموعة البي كومبلكس وخصوصا البي 6، ممكن نحكي عن المغنيسيوم، ممكن نحكي عن البوتاسيوم. هدول العناصر بيساعدوا في توازن الأملاح والسوائل في الجسم. يعني إحنا عندنا بجسمنا بكل خلية في عندنا مضخة اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب. هاي المضخة مسؤولة عن كتير عمليات حيوية بالجسم، من أهمها توازن الأملاح والسوائل في الجسم. أي خلل بين البوتاسيوم والصوديوم رح يسبب عنا مشاكل في السوائل، رح يعمل عنا احتباس. فإحنا بناخد هاي الأطعمة
مثل ما حكينا بوتاسيوم، مغنيسيوم، البي 6. واذا بدنا نحكي عن ايش هي الاطعمه يلي بتوفر لنا هدول العناصر، بدنا نروح لمجموعه الخضروات، الخضروات الورقيه. انا بقول لك البقدونس مثلا كثير مفيد بالتحبيس السوائل. بالضبط. هلا كل الخضروات، شوفي بشكل عام احنا عندنا اللحوم غنيه بالصوديوم بشكل عام، يعني بدون اضافه. نعم. اللحوم هي بالوضع الطبيعي بالضبط يعني. والاغذيه النباتيه، البقوليات، الحبوب الكامله، زي ما نحكي مثلا شوي نبعد الرز وناخذ مثلا بالضبط حمص وفول وفريكه، العدس كثير غني بالفيتامينات بي 6 والمغنيسيوم. فنوازن شوي، ناخذ منتجات نباتيه، فاحنا هيك بنعادل شوي من كميه الصوديوم اللي بنستهلكها. انا بدي اسال سؤال، لانه لما بنخطر على بالنا احتباس سوائل في الجسم، ممكن شخص يحكي انا بدي امتنع عن شرب السوائل او المي مثلا. هل المي مثلا اذا انا عندي احتباس وبشرب مي؟ بالعكس، هي قله شرب السوائل والمي بتعمل عندنا احتباس وليس العكس. بالعكس، احنا لما نشرب عالج المي بالمي. هلا هي شوفي مش زياده، لكن الوضع الطبيعي يعني قد ما انا جسمي بيحتاج مي لازم اخذ المي. وبالعكس قله شرب المي بالعكس بتزيد من المشكله. في سوائل ممكن تزيد من احتباس السوائل؟ هلا مش سوائل بتزيد من احتباس السوائل، السكريه اكثر شيء. يعني اذا احنا بناخذ اشياء عاليه بالسكر، مشروبات او طعام عالي بالسكر، ليه؟ لانه بياثر على عمليه الهضم. واحنا بنعرف انه الجهاز الهضمي له دور في المحافظه على تنظيم السوائل. احنا بنمتص السوائل في الجهاز الهضمي، اي كركبه اي خربطه بنظام الجهاز الهضمي رح يعمل عندنا خلل في التوازن. برضه السكر بدي اضيف انه بياثر على الكلى، بياثر على اضاء وظائف الكلى، بياثر على هرمون الالدوستيرون اللي بتفرزه الغده الكظريه، اللي هو بيساعد على توازن الاملاح وبيساعد على توازن السوائل. دكتور، القهوه والشاي متهمين بالتحبس السوائل ولا ما لهم ولا كويسين؟ شوفي، هلا اللي عنده اصلا احتباس بالسوائل المفروض انه يخفف من هاي المشروبات، يخفف من القهوه والشاي، لكن بالوضع الطبيعي بالمعدل الطبيعي للشرب هو ما يعني ما رح يعمل اي مشاكل. لكن الشخص اللي اصلا عنده هذا الانتفاخ المفروض انه يخفف شوي من استهلاك هاي المصادر للكافيين. قد ايه مهمه الرياضه، الحركه، يعني الدوره الدمويه بشكل عام، انها ضلها تتحرك بتاثر على احتباس السوائل؟ صح، مزبوط. الحرق اصلا من اهم الاسباب ليصير عندنا احتباس للسوائل هي الجلوس المستمر، الشغل اللي بيطلب مني الشغل المكتب اللي انا دائما قاعده ورا مكتب، او الناس اللي قاعده بالبيت، او الحامل اللي اصلا ما بتشتغل ودائما وضعيه جلوس، هذا رح يزيد من احتباس السوائل. الحركه كثير ضروريه، بتنشط الجهاز الدوراني يلي هو بدوره اكيد بيزيد من فعاليه التخلص من السوائل الزايده بالجسم، فاكيد لها دور. وفي شيء ثاني كمان، احنا بنركز على الخضار والفواكه لانه فيها الياف، والألياف بتحسن من أداء الجهاز الهضمي، بتزيد من عمليات الأيض، فبالتالي بدها تطرد السوائل الزايدة من الجسم. عشان هيك مش بنشوف القعدة المستمرة، نشوف الناس لما بتسافر أكثر شيء بتتعرض لتحبس سوائل لأنه بتقعد بالطيارة فترة طويلة. رح تلاقي عليها الضغط، ما بعرف، بعد سفر ساعات طويلة رح تلاقي في احتباس بالسوائل، تنفخ في الرجلين. بس زي ما حكيت هذا يمكن عرضي، فبيزول بسرعة، مش زي لما يكون من سبب مرضي. تمام. لازم أنا أتوجه للطبيب لأعرف شو هذا السبب، لأنه ممكن هو يعطينا مؤشر لأنه أنا في مشكلة بجسمي ولازم أعالجه. هو في مرحلة ما بنشوف يمكن كبار السن في أعمار يعني متقدمة بصير في انتفاخ كبير ببين بالرجلين. مزبوط، هي بالضبط اللايف ستايل شوي رح تختلف. فترات الجلوس رح تطول، النشاط الرياضي رح يقل، طبيعة الأكل. يعني إحنا لما نيجي نحكي عن الصوديوم، إحنا ما بنحكي بس عن الصوديوم اللي بنمسكه وبنحطه بالأكل اللي إحنا شايفينه. يعني مصادر الصوديوم بطعامنا مختفية كتير، يعني إحنا يمكن الأشخاص مش كلهم بيدركوا كم في الأكل اللي بناكله في صوديوم غير الإضافة. يعني إحنا لو نيجي ناخد مثلا طبخة فيها لحمة، فيها مثلا رب البندورة اللي بنستخدمه، فيها مرق الدجاج اللي بنضيفه، غير الإضافة الملح اللي إحنا بنحطه. يعني هيك إحنا وجبة وأنواع الشيبس المختلفة، هذا غير السناك، هذا نستهلك به على طول. بالضبط، السناكات المالحة اللي إحنا بنستهلكها، نستهلك ملح إحنا كويس. بالضبط. وفي كمان اللحوم المبردة مثل المرتديلا، الصوص، هدول أملاحها عالية، هاي أصلا فيها أملاح، حتى التونة المعلبة كله ملح. اللحوم نفسه اللي إحنا أصلا ما بنعرفه، يعني ما بنضيفه، والمضاف والنيتريت اللي بنستخدمه للحفظ، لأنه في كتير أنواع دايت الآن تلغي الملح، بقول لك زيه زي السكر، ملح وسكر إلغاء. هل بتنصحي بإلغاء الملح من هلا للشخص؟ في ناس بيقدروا، بس بقول لك يعني بجوز الملح يكون مفيد، هل هو مفيد يعني؟ هلا هو احنا بنقدر، انا قلت لك احنا جسمنا بيقدر ياخذ الملح من مصادره. اوكي. من يعني مثل اللحم، الوضع الطبيعي بالضبط، هو فيه اصلا املاح. الخضار والفواكه فيها املاح. الشخص الطبيعي اللي ما عنده اي مشاكل بيقدر يستهلك
تقريبا المعلقه الصغيره هاي باليوم ملح مضاف ما عنده اي مشاكل. احنا طبعا بنستهلك اكثر هو زي السكر بالضبط. احنا بنقول قد ايه لازم بس طبيعيا بنستهلك اكثر تمام. لكن الاشخاص اللي عندهم الإديما خصوصا المراحل المتقدمه المفروض انهم يستهلكوا طعام خالي تماما من الملح. يفضل. يعني بدنا نشكرك جزيل الشكر. شكرا دكتورة. فعلا دكتوره على كل المعلومات اللي اعطتنا اياها.